قامت إدارة مختبر دبي المركزي بتوفير أحدث تقنية لفحص الماس، نستطيع من خلالها تحديد ما إذا كان الألماس طبيعياً، صناعياً أو معالجاً، بغض النظر إذا ما كانت مثبتة على مشغولات معدنية أو كانت ككميات في فترة قياسية جداً. جهاز الـ DFI هو تكامل ما بين تقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة وتقنية الليزر. هذا التكامل ينتج عنه قراءات، نقوم بعدها كمختصين في مختبر دبي المركزي بتحليل تلك القراءات وبناء تقارير عليها، بالإضافة إلى العمل على إصدار وإنشاء أبحاث علمية غير مسبوقة في مجال الأحجار الكريمة.